سنموت ولكننا سنقتلع الظلم من أرضنا. الإضراب المفتوح هذا هو التواصل للإضراب اللي تقرر يوم 29 و30، وعلى إثره زادت عنك الوزارة في تنفيذ المطالب والاتفاقية المبرمة معهم منذ سبتمبر 2011، وتتمثل الاتفاقية خاصة في المنحة التربوية، في إدماج العمل المكلفين بعمل إداري، في تثمين الشهائد، في تنظير زملائنا من تنظير زملائنا العوائل المحاسبين على غرار وزارة المالية، الترقيات إلى حد الآن بالرغم اللي في القانون كل ما توقع يصدر قانون أساسي يتوقع إجليسمو آلية ترقية آلية للأعوان الكل، إلى حد الآن ما وقعتش بالرغم اللي هما عملنا معهم اتفاقية في كيفية تنظيمها، إلى حد الآن ما وقعتش. مطالبنا قاعدة معلقة، نحبوا عندنا برشا نقاط معناها مطروحة قدام الوزارة. النقاط هذه هي المنحة التربوية اللي يجب تعميمها على القطاعات الكل. ثانيا إدماج العمل المكلفين بعمل إداري في السلك الإداريين. كيف عندنا المحاسبين، نحن عندنا المحاسبين تاع وزارة التربية اللي تابعين وزارة التربية اللي كيفي معناها زملائي المحاسبين في وزارة المالية قاعدين ياخذوا في منحة استخلاص واحنا المحاسبين نتاع وزارة التربية وقع تجاهلنا في هذا، معناها ماذا بينا يقع معناها يقع نوع من العدل بين القطاعات الكل الموجوده في وزارة التربية. ما لقيناش حتى اذان صغير، لذلك قررنا منذ الدخول في اضراب مفتوح منذ بداية 25، ويبقى هذا الإضراب مفتوح إلى أن تلبى حاجياتنا وإلى أن الوزارة ترجع إلى الطريق السوي، لأن الوزارة إلى حد الآن والسيد الوزير كما نعرف اللي هو السيد الوزير نكلموه في المفاوضات يقول لك أنا مستقيل. باهي أخي أنت مستقيل على شد الكرسي، سايب الكرسي ماك مستقيل، أنت سايب الكرسي وخلي غيرك يأخذ. النضال سنواصل الكفاح من أجل الحصول على مطالبنا المشروعة. سنقف أمام هذا الوزير المستقيل ونقول له لا لإذلال الإداريين، لا لكيل بمكيالين، لا لإذلالنا. نحن نطالب يا سيد الوزير، يا رئاسة الحكومة، يا وزير المالية، يا حكومة النهضة، نحن نطالب بحقوقنا المشروعة، نحن نطالب بأن يصبح الإداري له كرامة داخل هذه الإدارة. الإداري في أسفل سلم الترتيب وأسفل سلم الأجور بالنسبة لوزارة التربية.